يويدا يلعب الكرة طويلة، علي رأسية إلى الخلف، محاولة للمنتخب الياباني، كرة داخل منطقة الجزاء، وهما يبعدها فهد، خطرة بعدي خطرة والجول، جول جول للمنتخب الياباني من ريكي هاراكاوا. ريكي هاراكاوا في وقت هذا الوقت القاتل. قلنا حذاري حذاري وبوقت قاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل ضايع، ريكي هاراكاوا يسجل هدف التقدم والفوز والتأهل للمنتخب الياباني. شوف قبضة ايده ريكي ويسدد كرة جميلة بيساره يسجل من خلالها هدف التقدم والتأهل، واليابان الآن أصبح أول فريق يحظى بطاقة التأهل ويتأهل للمباراة النهائية. دقيقة وقت قاتل على كل حال. كرة اللعب ركلة حرة لمنتخب اليابان. دائما الدقائق